الحلقة اللي راحت تكلمنا عن إيش تأكل وتشرب قبل التمرين، وإذا ما شفتوا هذه الحلقة الرابط موجود هنا. الحلقة هذه إن شاء الله حنتكلم عن إيش تأكل وتشرب لكن بعد التمرين. بعد التمرين تكون عضلاتك محتاجة لتغذية، لأنها خلال التمرين بذلت مجهود، فهنا أنت تحتاج وجبة فيها بروتين وكارب بعد التمرين، وممكن تكون عبارة عن صدور دجاج مع خضروات، وهذه الوجبة ممتازة وما بتثقل عليك. أو ممكن تأخذ لك أومليت مع أفوكادو، واللي ما يعرف الأومليت هو باختصار بيض ملخبط مع بعض الخضروات، والبيض يعتبر من أفضل مصادر البروتين النظيف. أما الأفوكادو عاد هذا أنا أسميه الخضار الأنيق، لأن فيه نسبة عالية من الدهون المفيدة، وكمان فيه فيتامين A وD وE وK مع بعض مضادات الأكسدة، واللي مفيدة لجسمك وعقلك بنفس الوقت. أو إذا كنت من عشاق المأكولات البحرية، فممكن تأخذ لك قطعة سمك سلمون مع بطاطا حلوة. فسمك السلمون مفيد جدا، وفيه مواد تساعدك على سلامة المفاصل، وكمان فيه أوميجا 3 بكميات كبيرة. أما البطاطا الحلوة فتعتبر من أفضل مصادر الكربوهيدرات المعقدة، وكمان بتساعدك على ضبط مستوى الجلايكوجين في جسمك. أو بخصوص المشروبات والمكملات اللي ممكن تستخدمها بعد التمرين، فأنت بعد التمرين مباشرة ممكن تشرب الواي بروتين مع إضافة مكمل الجلوتامين، لأن في هذه الحالة الواي بروتين يعتبر خيار ممتاز لأنه سريع الامتصاص، والجلوتامين هنا بيساعدك على الحفاظ على العضلة وعدم خسارتها. واحرص أنك تشرب البروتين مباشرة بعد التمرين، لأن هذا الوقت اللي بيستفيد منه الجسم بأفضل طريقة ممكنة. الآن أنتوا عرفتوا إيش تأكلوا وتشربوا بعد التمرين، وعارفين إيش تأكلوا وتشربوا برضو قبل التمرين من الحلقة اللي شفناها قبل كذا. بعد كذا إحنا معانا مقابلة، المقابلة هذه حتكون مع أخصائية التغذية الرياضية أستاذة مها غراب. أنا مها غراب، أخصائية التغذية الكلينيكية والتغذية الرياضية ومثقفة مرضى السكري. الفرق بين التغذية العلاجية والتغذية الرياضيين إنه التغذية العلاجية هي العلاج المكمل التي يضعها الطبيب لعلاج كثير من الأمراض، مرضى السكري، القلب الشرايين، الكلى، السرطانات، يحتاجوا تغذية مناسبة لهم ولحالاتهم المرضية وكمان لتحاليلهم. بالنسبة لتغذية الرياضيين هي تغذية اللي تساعد الرياضي إنه يمارس نوع معين من أنواع الرياضة، وتغذية مناسبة لهذا النوع من الرياضة حتى يصل لنتائج أفضل. الآن تغذية الرياضيين ممكن تكون لنوع من أنواع الرياضة، أو ممكن حتى شخص عادي ممكن يبدأ يمارس الرياضة، لكن هل هو عنده خطة واضحة إنه يصل لنتائج واضحة، أو بس بده يكون إنسان أكتيف وحرك وزيادة في الرياضة اليومية، أو بده حتى ينزل وزن؟ اللي بده يسوي هذا الشيء ممكن لي تغذية مناسبة لي لعمره، لسنه، لحالته المرضية إذا عنده حالة مرضية، ولنوع أنواع الحركة أو مدى حركته اليومية اللي هو يحتاجها. نصيحتي لمحارب الدهون يعتمد اعتماد كلي على التغذية الصحيحة اللي حتساعده لإنقاص الوزن، زيادة الكتلة العضلية، وأيضا تخفيض نسبة الدهون في الجسم، وكمان يعتمد على إنه هو يأكل تغذية صحيحة بحيث تكون 3 وجبات كبيرة و3 وجبات صغيرة حتى يصل لنتائج أفضل، ورياضة طبعا يومية ملازمة لهذه الخطة اليومية. أتمنى أن هذه الحلقة كانت مفيدة لكم في موضوع التغذية قبل التمرين وبعد التمرين. بس قبل ما نقفل هذه الحلقة نبغى منكم شيء واحد، نبغاكم تهتموا بتغذيتكم وتمرينكم، ونبغاكم تتحلوا بالصبر والتحدي، ونبغى هذا الشيء نشوفه في نتائج، ما نبغى بس كلام، نبغى نوصل لأهدافنا بصراحة. يعني نبغى هذا البرنامج يكون مرحلة تغيير لك، كفاية سوليف وكفاية مدري إيش عدة. لا تنسوا الشير واللايك والسبسكرايب وذي الحركات. نشوفكم على خير. سلام.